ما هو بأقل منه، يعني فيه نوعا من ضعيف شوي. هذا اللي هو أنت لا أنا ما أدري يعني هل في بينهم شيء من دوني. ما أدري ليش ما تتكلم بطريقة مباشرة، إنه واضح الموضوع هذا هنا في البرنامج. خليني بعلمك. لا لا ولا لا 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 كل شوي قاعد يزوم زوم. لا والله سعيد. إذا كان الموضوع هنا جبه والله ما في إلا قوة. أحس كذا. بس أنا بعد في مقولة تقول لا تلوم القوي النقول، لما الضعيف انه ضعيف والله. فلا تلوم الناس اذا استحقروك انك ضعيف، ولا يستحقر الا واحد ضعيف. انا اقول لك بس بعد لم نفسك انت يا اخي، ارجع روحك. ليش انا الناس تستضعفني الى متى؟ بكل صراحه الرجال ضعيف ماديا فقط. ولا الرجال شف يعني الواجب اللي عليه يعني اديه في كبيره ولا في صغيره، لكن هي يدري انه وضعه المادي ماشي في إيه، نقص من بعض الامور في إيه. شوف انت ما جبت خلني اعلمك رفيقي كذا اسحب عليه اللي راعي الماديات والمطار، هذا ضعيف عقله إيه. يعني لا في امور غير مباشره. هذا واحد ثاني ولا نفسه؟ نفس خوي ما قال انا معطيات. هذا الحين نصيحه ثانيه اتكلم دقيقه. عبد الله غير نصيحته بناء على الموضوع. مو شوف انت اعطيك معطيات في ثوابت وفيها متغيرات وفي معطيات. بس سعدون بعد انا بقول انه هو ايه ادي طبيعي يتغير عادي يا الربع. صل على النبي. لو انك معي ما صار زلفك شويه ابيض والباقي. اي والله هذا انت لو شفت ودك تعلق الله. فأنت إذا شفت هذا الشخص اللي يقصر في حق الرجال ذا، أنت لا تحكم عليه على طول، لا تحكم عليه. يمكن ذا مسوي شيء، هذا الضعيف ذا يمكن مسوي شيء من دونك أنت ما تدري به، لكن خل عندك صورة من الشخص هذا، يعني تكون حذر منه، يعني تكون دقيق في التعامل معه في بعض الأمور. فأنا جاء عندي صورة عنه ولا دقيقة جاء عندي صورة جابه من أفضل كمل. جاء عندي صورة عند هذا الشخص وانتبهت. المهم الرجال اختلفوا الاثنين ضاله، بقيت انا والشخص هذا كلهم انا وياهم، لكن الشخص هذا على قصه مستمر. حلو بس ابغى اتاكد هي قصه ولا سؤال؟ لا موقف موقف. يلا اسلم. المهم حصل بيني وبينه يعني الرجال ذا مصارحه. لا جاء امر بيني وبينه، جاء في مفترق طرق. مفترق طرق يطيب ولا يتردى، ما له عذر. روعه. وعاد يعني هنا بان معدنه. بان معدنه. حمد معدنة. وناصر هو اصلا باين. حمد وناصر، حمد ضعيف ماديا وناصر هو اللي متولي الرجال ذا. الله الله ينقص من قدره. اي وانت يا سالم خويا لحمد وناصر. كلنا اخويا الثلاثه، حمد وناصر وسالم. حلو. الله الله. ناصر من هو اللي حمد الضعيف. حمد الضعيف. ناصر ينقص من ناصر ينقص من قدر حمد. حلو. اللي ضعفها المادي. اي يعني بطرق غير مباشره، ما يجيبها واضحه يعني ولا كيف؟ يطقطق عليه قصدك؟ اي يجي احيانا كلام، احيانا في مواقف، احيانا في جديه، امور جديه بطريقه غير مباشره. يعني يتعامل بالنوعيه العفوي. طيب حلو. في دار الوقت اختلفوا، يعني ما رضى على نفسه الرجال ذا. حلو اخيرا يعني صار معه يعني حازم. المهم يوم خربت بينهم انا عندي صوره عن الرجل هذا اللي هو ناصر. ناصر ايه؟ يعني ما تقدر تحكم عليه، يمكن بينهم شيء، يمكن غلطان عليه الضعيف ذا ما تدري. حلو. واقول لك يوم دار الوقت ودار وجاء في بيني وبين هامر في موقف انه في مفترق طرق بعض الامور، بعض بيني انا وناصر ذا. ايه. بعض الامور ما يكون لها فرصه فيها، يعني يطيب ولا يتردى. حلو. واكشف معدنه. طلع طيب. طلع ردي. والله طيب. داري ما يحتاج، ما يبي له كلام. بس اي اخوه من يستصغر اخوه، من يستصغر اخوه ايا كان، اعرف انه ردي. صدق. والله لو يطلع لي يحضر حضران الرجل المشكله. لا يحقرن يعني لا اله الا الله الايه انه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. فالواحد اذا ما صار لاخوانه ذليل بينهم، ذل اللي ما يهينه يعني اخوه يعني يذله خفيف دم خفيف دم. يا سلام عليك. ويعرف كل واحد طيبة. مقداره مو بيرفع فلان عشان قروشه وينزل من فلان عشان انه مطفر ولا هذا، امحيه من حياتك ابد. او بالاصح لا تبين له من انت. المشكله مش مشكله خوينا هذا الثاني اللي خلى الثاني يستحقره، لانه علمه حبه وعلمه وش اللي وراه. كلنا يعرف اللي ورا الثاني، خويا ثلاثه يعرف اللي وراه. يا سلام. وذلك ايش يقولون؟ احذر من صاحبك. والله العظيم ما هم في البرنامج جدو. بالعكس علاقتي مع اهل البرنامج افضل. تفضل يا ولد. بس سعيد قبلك. والله قبلك سعيد. اصلا صوت نويز كذا. اسمح لي يتحرك سم. ايش نويز؟ تفضل. خريج اعلام ولا اعرف النويز. شفت ناصر. والله قوية صراحة. ليش يروحوا لهم نويز هناك؟ شفت ناصر. كل شيء طلع النبي. اول شيء اي اخوة معتمدة على المادة، مثلا نحب سالم عشان فلوسه، هذه ما هي اخوة، هذه مصلحة. ايه ما هي. وترى اسمع، حتى انت بعيدا مثلا هاني وعبد الله اخويا، وانت في الشارع الله لا يقول يعني. وشفت مثلا هاني يحب عبد الله عشان ماله، بتكره حتى لو ما احتكيت فيه. فانت لا تعرف ان الشيء لا تخاف على مادة، خاوها على فعوله الطيبة وعلى صفانيته وعلى طيبته معك. ما ادري شو رايكم والله. سم سعدون سم.
شلون هذولك؟ انا اقول ترى بعض الاحيان في تفاصيل اضافيه يعني هذه ترى اللي تكلم فيها سالم او خلينا نقول الموقف اللي صار ترى انا قاعد اشوفه يمكن سطحي بنسبه 20% لان في ترى تفاصيل زياده صدقت تغير ترى تغير وجهه نظركم يمكن تغير اجاباتكم مثل ما تغيرت عندي اي مثل ما تغير في تفاصيل يعني مثلا يعني ما تقدر تشرحها بعضها لا ادخل زياده على قولتهم ادخل زياده في الموقف او في الشخص يمكن تلقى هذا اللي مثلا تلقى مثلا ناصر اللي مثلا قلب على حمد لان اساسا مثلا حمد قبل مثلا 5 أو 6 سنوات فتح بزنس مثلا وسرق من ناصر فلوس مثلا عرفت وربح وصار عنده فلوس وكذا واموره طيبه ومن ذلك وهذا ناصر يجي مثلا يقول له مثلا عطني حقي ولا مثلا ذا يسفه ايوه يسفه او انه يكرشه بعدين يوم خسر وطفر رجع يتعامل مع الحين ناصر بسبب فعل حمد فيه شفت انا اتكلم انا معك شفت بس على العمق رايي ما حيتغير نقطع على كلامك بعد وحنا بعد حكمنا على الموقف ما حضرناه إيه؟ بناء على كلام سالم يمكن لو اجلس مع سالم وسعدون وسعيد اللي بنفس المشكله تتغير وجهه نظري من كلام أيوه سعدون فهمت فاحنا ترى لا تاخذ لا تاخذ وجهه النظر مثل ما قال قراني مو بايه عرفت انت خذ اللي تحتاجه انا ابي اشوف وجهه يعني وجهه نظركم ولا كل شخص له نظر وله يعني وجهه نظر يعني هو بعض الامور احيانا يجيك الاب يقول ما يدري ولده سو كذا وسو كذا لا رحت المدرسه سو كذا هو له نظره غير نظرتك هو اخبرها يعني مستحيل لما انك جاك كذا سو كذا في الموقف هو اللي يقرر يعني انت ما تلخبطه كذا عز الله في الباقي في المحرج لكم شوف يقول لكم الظاهر والخفايا الله ادرابه انت عامل بالظاهر مثل ما قال عبد الله يعني فعلا انت لا تكون كتاب مفتوح حتى لاخيك لو كنت كتاب مفتوح في اسرار خاصه فيك يكرهك اخوي اكيد ترى شيء خلى بينك وبين الله صدقت احنا الله ساتر علينا كل دائما اذا جيت تسجد ادعي صلاتك اللهم استرني فوق الارض ويوم العرض تحت الارض ويوم العرض ما ادري صح ما ادري فدائما ادعوا له الله ساتر علينا ترى الظاهر يعني الناس يعاملك ترى بالظاهر اقسم بجلال الله لو بان الخفي لنا كلنا واللي كل الناس والله العظيم حتى اخوك انك ما تلقي له السلام صدق غير صحيح وش بقول لك الشيخ الا والله انك ما تلقي له السلام بقول لك يا شيخ خاصه يعني الله يستر عليك امين كلنا هاي ما حد هذا بس بعض المواقف لا بالعكس تبين الخافي عند عادل هيفي ممكن شو اسمه الخافي يخليك تحب بعطيكم مثال يا الربع لو فيه صندوق هنا على الطاوله هذه صندوق يعني مقفل ما تدري وش فيه صندوق كذا شكله ما تدري وش طب نبي موضوع نقاش هلا طراك على كلام سعيد طيب شوف ما تدري وش فيه وش هل بتكون يعني كل ما تمر عليه بتشوفه يعني ودك تشوف وش اللي فيه صح ولا لا لو ودك شفته عين انت فاضي خلاص ما عاد كبير تبي فاضي سعدون عندي نقطه قبل نطلع من الموضوع يلا باكر شوي بس اقول لك لا تحمل صديقك واللي خاويته وانها بناء على موقف راح يرفع عندي ويقدر انا كذا ما غليته هو مو علشان مواقف ثاني شيء ترى انا يوم اخاويك وابتسم لك واضحك لك ترى انا ماني مكلوف بحياتك كامله طبعًا. يمكن انت ادق على سعدون عشان امر مو قادر هل اقول انه ما حد يفرق بيني وبينه لا لا اصبر على كل شخص على إيه؟ الله سبحانه وتعالى ما يكلفك فوق وسعك فانت من انت عشان تكلف رفيقك فوق استطاعتك فلا تبدل سبد خلق الله بمشاكل وبلاوي وبعذر حجة انك صديق يمكن حتى واحد من اخوانك احيانا ما يقدر يقف معك ببعض الامور عادي شوف يعني مثلا علاقتي بعبد الله عشان والله مثلا جو شو اسمه يعرف كافيهات زينه ما اطلع معه الا كافي بس عادي هذا محدودية علاقتي فيك مصلحة واضحة ما في شيء عادي هذه علاقتي فيك محدودة يا اخي كل الناس كلام عبد الله كل الناس حاجة بعض حتى مع الله لك حاجة بالله العشاء زان العشاء زان بدر حتى لو لك حاجة عندي ودقيت علي العشاء زان ما اقدر لا تحملني فوق طاقتي وان هذا ما حد راح ينهي علاقة لا ينهي حدثني عن ترتيب الكلام الرزانة وحدثك عن خالد لا عبد الله ينهي العلاقة اذا انا مثلا انا اذا انا ابغى اطيح وجيتك وظنيتك بعد الله عز وجل سندا لي حتى مشاعر ما اعطيتني اياها شبي فيك شبي فيك وتعرف انا ما قاعد اقول لك سوي لي والله عائشه رضي الله عنها تذكر رضي الله عنها يوم حادثه الافك انت تكلمت ما فهمتني والله انا اقصد كلام سالم انه ما حك بيني وبين رفيقي اني كلمته عن امر كلمته عن امر ما كنت بحاجته علشان مشاعر وغيره
في اشياء تختلف. انه يكون عندي حزن انت خوي لازم انا اتكلم بالاشياء المبالغ فيها بعض الناس، ما اتكلم بالاشياء اللي فعلا لابد انك تكون موجود يا رفيقي. مثلا عندي حزن، عندي هم، انك تقف معي بمشاعري، ما طلبتك اشياء ماديه وانت تستطيع. يا سلام يا سلام. انا ما اتكلم عن اللي يستطيع يتصدد عنك، حتى احيانا ممكن بعض الناس انت تعتقد انه يستطيع وانت ما تدري. شفت لو ان سكب يعني احيانا حسن الظن ترى يقيك من بلاوي واجد، من تدخل بامور واجد انت ما تدري. انا معك عشان نفسك. طب خليك انا معك يا عبد الله. شوف انا اللي بقوله والله اعلم، انا اللي اشوف الصداقه وعاء لكل شخص يحاول يعبي فيها بعض ما عنده. انا يا عبد الله اذا جيت لمك وقلت عندك مصيبه فلانيه، وخلي ارجع لحديثنا عائشه رضي الله عنها. عائشه رضي الله عنها اصيبت في ارضها رضي الله عنها، وهي اطهر من يكون، امنا رضي الله عنها وعن جميع الصحابيات. وش كانت عائشه تقول؟ كنت ابكي وكانت تنتظر انه ايش يجيها الفرج اللي حق حادث الافك، انهم اتهموها بالزنا رضي الله عنها. فتذكر عائشه رضي الله عنها ان اتت امراه وجلست بجانبها وبكت معها، جت بجانبها ما تكلمت، بكت معها لان عائشه قاعده تبكي، ثم ذهبت عائشة. بعد ما طلعت الآية ونزلت الآية بتبرئتها، تذكر المرأة هذه لا إله إلا الله. وش سوت لها المرأة دي؟ شاركتها المشاعر فقط. ترى مو لازم يا عبد الله، دقيقة عبد الله عشان ليش؟ أنا ترى كثير من الناس يظن إنه مثلا إذا دق عليك خويك ألو أبو فلان ترى أنا محتاج كذا، ما أنت ما تقدر، حتى لو إنك تقدر وما تبي تعطيه، لكن مشاعرك إن الله يوفقك يا حبيبي، والله ودي أفزع لك، لكن إذا أعطيتها المشاعر هذا يكفي. أما أني أنا مثلاً أقول عبد الله يا حبيبي أهاني، لا قلت ترمي لي كل شوي مشاكلك ماني فاضي لك، فهمت علي؟ أجل أرمي على مين؟ لا لا أنا هو دق عليك، أنا ما أتكلم عن الأسلوب، أتكلم إنه خويك أنت لا دقيت الحاجة، المشاعر والحزن طبيعي خويك بيقف معك. أنا ما أتكلم على البديهيات، هذا شيء ما أخذ خير إلا واحد ما فيه خير نهائياً. هذا طبعا أنا اللي فهمت منك. لا إنه أنا أقصد إنه زي سأل مثلا، أنا في موقف بيني وبين رفيقي وطلبته وإنه محك، خليت إنه هذا الموقف محك بينكم يمكن يفرقكم. طيب ممكن خويي وقف معك بأشياء واجد أنا أتكلم عن 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 موضوع اللي يتكلم فيه، ما أتكلم خويي يعني ما شاركني حزن، خويي ما كلمني، خويي ما شاركني مشاعر. لا لا لا، هذا وش أبي فيه؟ هذا مو خوي. بقول لك أبو رشيد، هذا رقم عندي بالواتساب، بشوف حالات أبو رشيد. رشيد بقول لك إيه، يعني قصدك إنه غلط إني يعني يوم يقول جام في مفترق طرق. اي هذا اللي اتكلم انا اتكلم ابو عبيد. ما تختبره. طيب انا شكسد ابو عبيد، بس فاهم قصدي. الصوره انك احسن الظن دائما، يمكن انت تعتقد ان هذا محك وان عبد الله قادر، ترى وقت لو دخلت في نيه عبد الله ودخلت بوضع عبد الله فعلا ما هو قادر، بس انه اظهر لك في يوم من الايام انه قادر على الشيء ذا، ورفعت السماعه علي وانا فعلا ما كنت اقدر. خليني ارد عليه دقيقه. الله يبيض وجهك، اقسم بجلال الله العلي القدير، في هذا البرنامج شخص كذا شخص يعز علي اكثر من روحي وله جمايل عندي، وحصل موقف اقسم بالله المفروض انه فراقي وفراقه، وانه شفع له امور انه سواها لسعيد. اقسم بالله ترى كلامك حلو. هذا صح. اسمع البرنامج يعز علي، احبه حب، لكن حصل موقف ولا هو عادي عنده، لكن انا يعني لو بعامله مثل ما قال عبد الله بالموقف نفسه كان فراق بيني وبينه. اساسا لا تعاملنا ان انت، لكن كان يطول عمره السلام. اسمع لكن سابقا كان فيه لو بس كلمه منه حلوه انه كان يعتبر طيب خاطرك. انا معك يا سلام، اقسم بالله شفعت له ذيك عشان الموقف هذا. وهذا بيض الله وجهه. تعرف اللي في سلاح فنجة الشايب اللي جدهم اللي يستشيرون عز الله انه ما خابوا في استشارات. اللهم صل على محمد. انا بروح اغسل عجالي من طار عيلتي. الله يرزقني من حبك يا سعيد. الله يرزقني من حبك. طويل العمر كلام سعدون صادق. خلاص روح اغسل يدك. في امور يعني روح اغسل يدك. ما تغير رايكم. انا هذا اللي اقصد، ان انا تكلمت بناء على كلامك، ما تكلمت بناء على الموقف اللي صار بينكم. هذا دخلني بمشاعر. يا اخي رفيقك اذا ما شاركك بحزن ولا شاركك بفرح، خليك الفرح بدون عذر يعني واضح منك، ما في خير. طب انا ايش انتظر منك؟ اني مخزن رقمك مخزن ابد، حطه زي ما قلت. قول لا 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 لا، اتكلم بالاشياء البديهيه. هي بعض الاشياء انا اتكلم انك لا تحمله فوق طاقته وتعتقد اني اقدر. كيف يعني؟ في اشياء انت ممكن ما تدري عنه. انا معاك، انا اتكلم ممكن ادق عليه انا محتاج مبلغ مادي ما يقدر. انا بناء على شكليه الود وطالع متعفف لي، اعتقدت انه قادر وحطيته بمحك كذا، ما وقف معي الموقف هذا اني بتفرج. لا مو بشرط. انا ايش رايك ولا قطع كلامك سمع. بعض الناس يقوم يطيح معك لكن تدري انه ما هو بذا، وبعضهم على مهله وكذا، لكنك تدري انه رجال وفعلا ولو تحتاجه
بيوقف معك، بيوقف معك لو يوقف يعني لو ما يخسر من مخباه ولا ريال بيوقف معك بس. بيدلك. واما الامر ذا اللي انا اقول اللهم صل على احمد، لا بعض الاشياء ما هو يعني لازم، ما هو بطلب من حاجه ولا واسطه ولا بعض الاشياء تبين معدن الرجل صح. بعض الامور كبيره ولا صغيره بعض الاشياء تظهر معدنه. يعني تخيل بعض الاشياء ما يحتاج نتكلم انك عارف ان معدنه طيب، هذا اللي انا اقصد عشان تكون بالصوره، انت عارف رفيقك معدنه طيب فلا تخلي توافه الامور انها محك بينك وبينه، هذا اكيد، وتخليك تختلف عن الطيب وبتخسره وبتتعب تلقى نفسك. متى تعرف انه طيب؟ بالمواقف. اما الضحك والسواليف اللي تصير بالمواقف تعرف سيارتك ابى اروح اتعشى دقيقة. انت شغلتني بموقف واضح عبود، انا قعدت يا اخي تكفى سالم فهمت علي، انا مش قاعد اقول كلامي مو غلط، بس انت قاعد تقول لي متى تعرفه بالمواقف. انا اقول صديقك انت عارف معدن وعارف انه طيب، ممكن ما هو بشرط يا ابن حمار عرفت عمرك تعرف الله عاد تعرفني هاني مجالس ورخاء تعرفني عارف كل حديث وكريم هذه قاضي من هذي ناشب لي حتى بالتصويت حبيب قلبي يا عيال عسى الله يجمعنا مع الطيبين امين الله يجعلنا احنا طيبين واللي يودونك الى خطوات الخير ويبعدنا عن اللي يودونك الخطوات الشر. اسال الله يا يدك ان يتم فينا وهي طيبه ان الله يبعدنا منها. نسلم عليك لا عشان سبع مرات لا ما بيك تمسك ترى مي بطيبه. سبحان الله. شوف ابعلمك شيء، ان زي ما قلت ان الرجال يبان معدنه وموقفه ومعدنه بالمواقف، اصلا ما يمديك تعرف خويك متى بالمواقف. يعني تخيل الان مثلا خلينا نقول مثلا انت محتاج منه مبلغ معين قدر الله، انت عارف فلان والله الله مكرم عليه وموسع من رزقه مثلا، ثم دقيت عليه ابو فلان ترى وضعه كذا، او ما دقيت عليه درى انك انت بالموقف الفلاني، تخيل بنفس الوقت يدق عليك تعال نتعشى بمطعم ب 2000 ريال، انت وش يجيب بالك بالله؟ فهمت عرفت شلون؟ مضبوط يعني يعني موضوعك ما درت عنه ولا يسوى شيء عندي، وانت استخدمك فقط للترفيه للاحتياط بس. انت تلقاك مثلا محتاج شيء معيود تبي الشيء هذا وهو داري ان فلان يدري يقدر عليه، ثم يدق عليك يقول لك تعال تعشى انا وياك بمطعم احد المطاعم تدفعون 2000 ريال 3000 ريال ثم تمشي. طب انت ايش وضعك؟ انا وش عندك؟ انا وش انا قدامك؟ ترفيه صدق، انا ترفيه عندك خوت سوالف ورخاء خوت هذا تسوي له؟ هذه ما هي برفقه ولا اين يبان المعدن حقك؟ شوف الرفيق معدن الكروش كمل الرفيق طال عمرك اللي لمنك احتاج يجيك هو اللي يجيك قبل والله والله يا طيب انا اشهد والله انهم في رجال والله يا طيب انه ما يخليك تلحق اقصاك لا درى عندك شيء يجيك شوف ولا طيب ترى مستحيل انه يعني ما يحاول انه يحرج الناس نهائيا ما طيب المعدن طيب المعدن طيب لكن الطيب والله لا درى عندك امر انه اللي يجيك انه اللي يجيك واللي يخدمك هذا طيب اللي معده طيب والرفقه طال عمرك ما هي في الرخاء في قهوه ولا شاي شوف هذه في الدنيا هذه شوف رفقه الدنيا وربما يشفع لك يوم القيامه لكن على ما قال الرفقه طال عمرك في الدنيا في المواقف تفزع رفيقك هذه الرفقه والخوه ولا لا جاء يوم الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه ايش بيصير اجل وشبيبك ما هذا عملي حلقه الا بالله لكن والله شوف أسأل الله يجعلنا من الصحبة الصالحة اللي يجعلنا عون الإخوانة وزي ما يقولون لا إله إلا الله سند بعد الله عز وجل. يا أخي يأتي يوم القيامة أناس لهم منابر من نور لا إله إلا الله يغبطهم الأنبياء على هالمكان هذا وشو ليش المتحابون في الله. أنا أحب سالم لله عز وجل، أحب عشان أفعاله وطيع وطاعته وأحب عشان تقديره وأحب أن يعيني على طاعته وهو يحبني أنا، لكن ما بيننا من وياه شيء ثاني. ليتها تقفل على هذه والله العظيم ليتها يعني خلاص انت انا احب فلان عشان حبا في الله عز وجل، هذا الرجل طاعته في الله يعرف انه طائع ومقرب الى الله عز وجل وما يعرف الا في كل خير انا القاه فيه. اما اني والله احب فلان عشان يضحكني ولا احب فلان عشان والله هو يمشيني ايش فايدته هذه امور دنيا هذه ما حتنفعني ولا شيء حتى في الدنيا ما حتنفعني، لان بمجرد خويك هذا اللي كان يضحك صار بايخ ما يضحك انت بتقول ما تبي الله الله شو بيفيك ايه انا اشهد شو بيفيك. لكن اسال الله يصلح حالنا يا رب العالمين. لكن الواحد يشبح على ما قال المعدن بس. معدن الرجال بعض الناس في الجلسه سامج ما هو يعني عادي يعني ما له جو ايوه شف لكنه رجال لا تشبح والله تحبه شف لكن لا تشبح انت توافي الامور ذي صحيح عليك صحيح. بالمعدن الاصلي ولا يبان الا بالمواقف والغبش اللي فوقه لا بعض الامور
تلقى سبحان الله. ولذا بس ترى في نفس الوقت كذلك ما نقول للناس او نقول انا وياك يا سالم اننا نبعد عن العالم كلها. الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. أيوة. في اذى بيجينا واحنا بنصبر عليه، لكن انه لا نتكشف للناس. صدقت، هذه اخطر شيء تسويه. ولذلك ايش كان يقولها؟ احذر من عدوك مره واحذر من صديقك ألف مره، لانك تثق لانه يعرف كل شيء فيك، واذا بغى يطعنك يطعنك صح، يعرف كل شيء فيك. الهابوه اي والله والله انه بلشه. فلذلك ما تعطي اسرارك وما تعطي امورك الا يدري عن كل شيء. طيب صح. ثم اذا بغى يطعنك لا رجال فلان ما في الا ذا فلان، فضح بك قدام العالم كله. صدق، هذا اللي وثقت فيه وجعلته خويك وصاحبك. ولذلك مو اي واحد تصير صديق. طبعا هالامور هذه يمكن مر علينا احنا وبعدين عرفناها. صدق. يعني سبقنا له، لكن صلى الله ينفع بالجميع. جزاك الله صاد. طيب ايش رايك نلحق على العشاء يا سالم؟ لانه الوضع ما الوضع يعني ترى بكره صيام ودنيا. قم قم انا اخوك بجيك بجيك والله. الله يلا بغسل يدي وانزل انا. سام يقولون ما للعبد بد عن الم